انا عايز اقول الناس الزملكاويه كانوا بيزعلوا مني ما بتكلم على فكره ان جروس ما بيعملش التغيير التالت. انا ما عنديش اي مشكله، كلنا في ظهر جروس. احنا كنا بنتكلم في فكره تغيير تالت ممكن تضيع وقت دقيقه دي او نص دي برضه تستفيد منها. دي حقيقة. وات ايفر الونش، ممكن زي ما مستشار قال والله الونش كان في وقت خلاص الفريق الاخر بيعتمد على الكور الثابته، بيعتمد على الكره حطه الانجليزيه، قدام المساكين او ونش من بالظبط. احسن الناس اللي بتلعب. يعني اسحب عمر السعيد وانزل ونش بالظبط خلاص بالظبط. دقيقتين. وعايز اقول كمان لمحمود عبد العزيز ما تزعلش انت، يعني هو خلاص يعني الكره اتخطفت منك، كان ممكن تتشاط ومحمد عبد الغني يطلعها، خلاص هي قدر الله وما شاء فعل. احنا كنا بنقول محمود عبد العزيز نتعلم يعني يا طالما كابتن، وصلت الحته دي نتعلم شوط في السماء، بالظبط. جت جت ما جتش ضاعت، انت عقبال ما عارف يا ترجع كابتن الكره يكون خالد، في تمركز. انت عارف يعني ايه احنا بنقول؟ لو هو سيطر على الكرة خلاص شوت، لكن في الأساس، في الأساس ده ما مش تتخطرش دورك. منك. لا ده مش دورك. يعني في الأساس أنت بتلعب بره ملعبك وأنت ديفندر، ما تزيدش يعني. فخلاص ما تزيدش، أنت سايب محمد إبراهيم قدامك وعندك التلاتة قدام في التلت الهجومي، فخلاص ده مش دورك إن أنت تطلع عشان تجيب جون، وخصوصا إن خلاص ما عادش دقيقتين. لكن برضو في الأول وفي الآخر دي أخطاء لازم نتعلم منها. هنتعلم منها، لأن برضو محمود عبد العزيز هو اللي هيلعب في صحيح مصر وإن شاء الله. كويس، كان كويس. وما تعرفش يا جماعة، وعايز أقول كمان الأوباما، أوباما برضو يعني ساعات كتيرة قوي مستواه بيبقى عليه علامة استفهام الفترة الأخيرة، لكن فجأة بيفاجئنا بهدف بالظبط، منها مثلا داخلية، منها يعني هدفه مثلا في أنجولا هنا اللي هو في دقيقة 94 اللي هو أحد أسباب وصولنا للمباراة النهائية. فأوباما يعني برضو الراجل خلاص عنده يعني ثقة عمياء في أوباما وما بيحبش يغيره، وبالتالي حتى لو هو بعيد عن مستواه، وبالتالي اوباما لازم انا استفيد من ده ان انا اقدر افرح جمهور نادي الزمالك الماتش اللي جاي. وان انت قد يكون كهربا برضو يعني كان مستغرب لخروجه النهارده، كهربا كان مؤثر، كان لابد ان هو مصدر الخطوره، مصدر يستفيد الخطورة. كان لابد يستفيد من الكره الانفراد اللي جات له. لكن في النهايه كهربا هيبقى مؤثر جدا، وقد كما زي ما مستشار قال كان يمكن خايف ياخد انذار تالت، ما هو كان عمر خد وحمدي النجاس ممكن اتلكك لك وادي لك انذار، وكهربا لعيب مهم جدا صحيح في النواحي الهجوميه نادي الزمالك خصوصا على ارضك. كابتن خالد انت برضو في نقطه يعني الناس مش واخده بالها منها، ان احنا في كان كام لعيب عندنا لو معرض ان هو ياخد الانذار التاني اللعيبه برضو كانت بتلعب متخوفه. لو انت طارق على فكره طارق قعد حامد، نفسه متعور، طارق حامد بالظبط، كان خايف، وكان كهربا، وكان النجاس، وكان عمر السعيد. فرغم ان الماتش صعب والاداء الرجولي والبطولي اللي هم اللعيبه بتلعب تحت ضغط يا كابتن خالد من الجماهير، وماتش نهائي، وان هم برضو بيلعبوا تحت ضغط ان ممكن الحكم يدي فيهم اللعيب كارت تاني ان هو ما يلعبش، فكتر خير اللعيبه وبنحييهم جدا 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 على الروح اللي هم قاموا بيها في الماتش النهارده. وعندنا كمان احنا عندنا على الدكه في برضو حميد احداد، في كمان خالد بوطيب لو رجع قد يكون هو مفتاح. قوة ضربة طبعا يا كابتن، لان هو كمان انا المستشار بيقول هو سليم يعني. وغير كده وليد كمان خالد بوطيب الفترة اللي جه فيها تحس ان هو منهار بدنيا، هو لعيب كويس ولعيب طبعًا دولي وبيلعب طبعًا منتخب مغرب، فاعتقد الراحة اللي خدها شهر شهر ونص دي قد تفوقه وعنده بيلعب تحت ضغوط وبيلعب بدماغه كويس ومحطة كويسة. لا اعتقد ان كابتن خالد يعني الله. انت عارف جمهور الزمالك بس زعلان، زعلان من ايه؟ ان الجول جه في اخر دقيقه، يعني ده توقيت وحش، توقيت وحش. وغير كده انا جمهور الزمالك كان حاسس ان الزمالك يقدر يسجل هناك. خلي بالك برضو خلينا نتكلم، يعني انت على طول بتتوقع يعني ايه بدل بتلعب بره ملعبك الاسوأ. فانت دلوقتي يعني نقول الحمد لله ان الجون جه في اخر دقيقه. تخيل انت لو الهدف بتاعهم جه مثلا في نص الشوط الثاني. لا انت عايز اقول لك ان الصفاقسي دخل فيه 3 جوان في 29 دقيقه. طيب يعني احنا ما احنا يعني بنفرض دلوقتي يا خالد، انت لو الجون ده جه بدري مثلا ربع ساعه وثلث ساعه كان الموضوع كنا نقول يا رب نخرج 1-0 بس كده. فنقول الحمد لله ان الهدف جه في اخر دقيقه. اخر دقيقه يعني مش اخر دقيقه، في وقت الضايع. يعني كده كده حتى لو انتهى تعادل زي ما قلت في الاول الحلقه ان انت لازم تجيب جون. صحيح. ما 0-0 مثلا، تخيل ان المباراه خلصت 0-0. انت كده كده لازم تجيب هدف عندك. صحيح. فتخيل ان خلاص 1-0 انت لازم تجيب هدف عندك. صحيح. ده مبدئيا، وبعد كده نفكر في الهدف الثاني او المكسب. لكن المباراه انا شايف مباراه ما تزعلش، هي بس حته الزعل الوحيده ان الهدف جه في اخر ثانيه بس. صحيح. صحيح. لكن زي ما بقول لكم انا شخصيا والله حاسس ان الزمالك من الماتشات الحلوه اللي عملها بره ارضه. يعني انا مثلا انا فاكر كهربا عمل واحده عدى بيها الاولى، بس اللي هو عدى، لا كهربا عدى في واحده كده الشوط الاولاني رجله. وقف تحت رجله، لو في تحرك سليم شويه او ما وقفتش تحت رجله كان هيروح يعملها كده. بعيد.
عندك كهربا خد واحده واداها لعمر السعيد، راح عمر السعيد شايطها لو في الجون جون. عندك كره كهربا اللي في الدبل كيك، في كره اوباما، عندك كهربا انفراد اللي عملها لاوباما، في كره اوباما عندك بتاعه اوباما اللي عملها بالعرض، مش عارف ايه اللي حصل له، فكر تفكيرين يعني فكر اخد على صدري ولا اقع ولا فوقع. فعندك ابراهيم حسن شوطه في الشوط الثاني صحيح برضو. عندك كره محمود علاء في اول الماتش، محمود علاء الكوره برضو اللي هي اتلعبت بالعرض اللي هي عبد الله جمعه. الفكره دي ايه؟ الفكره ايه؟ ان انت بتلعب بره ملعبك وفي وسط اجواء صعبه جدا ووصلت للمرمى ثلاث اربع مرات، اكتر الماتشات تخيل اللي الزمالك وصل فيها للمرمى ملعبها بالظبط. ورغم كده عشان نكون منصفين، لان الفريق التاني برضه حط كوره بالعرض، حظك طلعت كان ممكن ترجع لحد تاني يجيبها جول، ورجعت لحد تاني حطها عمر صلاح صدها. عندك واحده تانية جت في العارضه وعبد الله ما لحقهاش ورجعت، وراح الواحد حاططها تاني طلعت صحيح. فوق العارضه. عندك الشوط الثاني عمر صلاح شالهم بالظبط، الشوط الثاني برضو كذا كوره كده بتتضرب. عندك كوره كان ممكن يحسبها ضربه جزاء لو عايز يحسب بتاع طارق حامد. لا عندك برضو هم ليهم فرص، لا فرص كده واقل فرصه من وجهه نظري، لان كان في 8 ورا بتوع 9 ورا بحارس المرمى، 2 بس اللي هاجمين، 2 بس اللي هو كوفي او كوجو ده ولعيب تاني جاي له بصوها مع بعض. هي الفكره يا كابتن خالد ان انت لازم تتعلم بقى من الاخطاء دي.